هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج السدرة. اليوم موضوعنا راح يكون عن التطعيم. التطعيم عبارة عن نوع من أنواع التكاثر اللي ممكن أستخدمه لتكاثر الشجيرات وأشجار الفاكهة والزينة في الحديقة المنزلية. ما هو التطعيم وكيف يمكن إجراء عملية التطعيم والوقت المناسب لإجراءه؟ كل هذه الأجوبة إن شاء الله راح نجاوبها من خلال حلقتنا اليوم وضيفنا. خلكم معنا وإن شاء الله تستفيدون. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومعنا ضيفنا الأستاذ علي صالح راح يشرح لنا بالتفصيل عن طريقة التطعيم. حياك الله أبوي. حياك الله دكتورة. صباح الخير. صبحك بالخير. الله يسلمك. بس تتكلم لنا عن طريقة التطعيم وشنو النباتات اللي ممكن نحن نطعمها. التطعيم عندنا عدة أنواع من التطعيم. عندنا التطعيم الفي جرافت، التطعيم البي جرافتينج، التي جرافت اللي هو بالعين، بالقلم، باللزق. عندنا مثلا لما نزرع انا ليمون تجلس عندي سنه او سنتين او ثلاث سنين ما اكل منها، اطعمها بعد سنه اطعمها فاختصر المده. يعني الرارن انا سمعت التطعيم لان سرعه الاثمار. نعم. يعني مثلا الشجره على سبيل المثال الحمضيات اذا زرعنا الشجره من البذره تاخذ لها تقريبا 5 إلى 7 سنوات علشان تعطيني الثمر. نعم. بالتطعيم قد احنا نختصر المده خلال 2-3 سنين ممكن انه تعطينا الثمر. تعطينا الثمر. بالضبط. اللارنج عندنا اللي هو الترنج عندكم هنا عندنا احسن نوع نطعم عليه، يتحمل. صنف مقاوم يعني. صنف مقاوم. نعم. ويتحمل. نعم. نقدر نطعم عليه اليوسفي، نطعم عليه الليمون الحلو، الليمون الحامض، البرتقال. مثلا البرتقال ابو صره اللي ما فيه بذور. نعم. نقدر عندنا شجره رارنج ناخذ قلم من اللي هي شجره البرتقال ابو صره ونطعم عليه الرارنج. على لأن برتقالة أبو سرة ما فيها بذور، فوسيلة الوحيدة للتكاثر بتكون عملية التطعيم، وبيكون الأصل المقاوم اللي هو الرارنج. بالضبط. أوكي. عندنا اللي هو الورد مثلا نقدر نطعم على الورد المحمدي، نطعم عليه الروز، ورد الروز. أيضا. بالعين هو أفضل شيء إلى تطعيم الورد بالعين. يعني الورد المحمدي في تقريبا اكثر من 10,000 نوع وصنف، لكن ما فيهم العقله اللي ممكن ان انا استخدمها حق عمليه التطعيم. عدد بسيط جدا من الورد المحمدي اللي فيه العقل اللي ممكن استخدمها، مثل الروزا كينينا او الاليانسا. نعم. هذه اللي اطعم فيه اللي احنا نسويه الورد المحمدي. التطعيم طبعا هو ينجح بالعين. اي بالبرعم. بالبرعم. أي كأنك أنت مجهز لنا أقلب تراويلنا. نعم. عن الورد المحمدي. هذه طبعاً العين اللي هي بين الشوكتين، شوف بين هذه العين. أي هاي يسموها العين. الحين إحنا نقدر نأخذ عين ونروح نطعم اللي هو الورد المحمدي. الحين أنت خذيت هذه الغصن. أيوة. العقلة بتأخذها من بالبرعم. بأخذ البرعم. أيوة. أنا أبغى البرعم عشان أروح أطعم عليه على الورد المحمدي. أوكي. أجي طبعا انتبه من الشوك والسكين طبعا حاده حقه التطعيم. أيه. احاول انك تشيله من القلف لحتى اللحاء. نعم. أيه. ابغى هذه العين عشان اروح اطعم عليها اطعم على الورد المحمدي. اي نعم. وعندنا طبعا العقله اللي انت ماخذها والقلم هذا يعني لازم شلون يكون هذا لازم يكون ماضي عليه سنه على الاقل. ايوه. اي نعم ماضي عليه سنه. أيوة. على اساس يكون قوي الفرع، يكون قوي, قوي وبعضه يجي يعني ما يجي سنه يمكن عده اشهر ما يجي قوي. اي فما نقدر نطعم. اي بالطبع. وعندنا بعد الجهنمي تقدر تسوي عده الوان عليه. اي عندنا الابيض والاحمر والبنفسجي. الجهنمي تقدر تطعم عليه عدة ألوان. خلينا ننتقل مع بعض ونشوف شلون ممكن نطعم البرعم اللي أنت خذيته من الطرف دي على الورد المحمدي. البرعم انت استخدمته في اكثر من شجره صح؟ نعم. بس
جربته في سدر بالعين، جربته في الحمضيات بالعين، والعين بسوي في المحمدي. طبعا المحمدي لازم التي نجي هنا ونعمل شق فوق مثل حرف التي، وتحت بس اهم شيء تحذر من السكين. وهذه العملية تقريبا تاخذ لها كم يوم؟ يعني 14 يوم بالكثير. اي وان شاء الله الشجرة مثمرة ان شاء الله. ان شاء الله طلع لك الفرع الجديد من النوع اللي انت تبيه. نعم زايد من قصة من العين. اي نعم. الان نجيب التيب، انا المفروض نستعمل تيب مال الكهرباء، بس انا ما استخدم تيب لان في ماده واخاف على البرعم يخترب من الماده اللي فيه. اي فلازم نسوي نستخدم الشفاف. الشفاف فيري كلوز، لازم نتيت عليه تمام ما عدا العين ما نضغط عليها. والعين ما تربطها؟ لا ما نربطها، نخلي فوق العين. تربط من تحت بتنبت. من فوق. أي. وتخلي منطقة البرعم عشان تنبت. أيوة. أي. نحاول العين ما نغطيها. وبعد 14 يوم إن شاء الله بيطلع عندنا البرعم، بنستفيد شجرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله. أنت جربت على أكثر من شغلة وكانت ناجحة. نعم على السدر وعلى الحمضيات تمام. والورد المحمدي. الورد المحمدي إن شاء الله تنجح العملية. طبعاً هذه طريقة من طرق التكاثر اللي هو التطعيم عندنا بالبرعم. اي نعم. في التطعيم بعد أنواع أخرى ممكن تكلم لنا عنها؟ اي هذه أقدر أطعم دي العين، أروح أطعم بها الليمون، التين. هذه ورد المحمدي حق الورد المحمدي. لا الورد المحمدي للورد المحمدي. اي بس لو أخذ عين من البرعم. أيوة. البرعم أقدر أطعم على التوت. أيوة. أقدر أخذ عين من الليمون وأطعمها على اللارنج. اي نعم. بس ممكن احنا بعد نطعم بالقلم. بالقلم بالقلم اللي هو التوت يطعم بالقلم. الليمون يطعم بالقلم. اي يطعم ممكن حتى الكنار اللي هو الكنار الواحدة ممكن تحط عليه عدة انواع من الكنار. أي. الكنار بدون اللي هو المصريين يسموه اللي من غير بذرة. من غير بذرة، وفي عندنا كنار الصيني الكبير الحبة الكبيرة، وعندنا كنار زي كمثرة بالزبط. أي. يعني الشجرة الواحدة تقدر تحط عليها عدة أنواع، تستفيد من المساحة وتستفيد من الشجرة. أي. يعني هذا بيكون بالقلم. بالقلم. أي نعم. حتى الكنار تقدر تسوي بالعين. أي. بس القلم أو العين في الكنار أسرع شيء في التطعيم. أي نعم. الحين أبو صالح أنت خليتنا نشوف شلون طريقة البرعم اللي جريناه على الورد المحمدي، نبي طريقة القلم. القلم نجي للشجرة اللي بناخذ منها القلم. أي. ونشوف نختار الغصن اللي بيكون صار أزود تقريبا أكثر من سنة، لازم تخشب شوي. أي. فهذا بيكون إلى التطعيم، ونشوف العواين كم عين فيه على أساس. هذه شجرة الليمون. هذه شجرة الليمون واخذنا من الغصن، طبعا نشيل الزوايد من ونتجه الى شجرة اللارنج. اي احب الطعم الليمون على اللارنج بالقلم. اي نعم. نعم. وشنو الفرق بين البرعم والقلم، واي واحد احسن؟ كل واحد يعني يقدر، انا عندي بالقلم ممكن افضل طريقتي، اقدر اطعم بالقلم اسرع وافضل. أيوة. في ناس خبرتهم بالعين افضل. فكل واحد وطريقته يعني، فانا احب بالقلم. أيوة. اسرع لي، فاجي
واقص الشجره اللي ابغى اطعمها. مثلا ابي هذه. ليش اخترت هالفار؟ ابي انا المفروض الغصن اللي ابي اطعمه يكون نفس السماكه او هذا يكون اسمك من نفس الغصن اللي بركب عليه. اي نعم. بس هذا اشوف يعني ملائم له. يعني يكون القصن مر عليه سنه بعد؟ لا مو لازم. بس على الاقل نفس السماكه. اي. على اساس الكامبيون يلحم مع الكامبيون. اي نعم. اللي هو الجلد مع الجلد، الكامبيون. فاجي اقطعه وعندي سكين التطعيم. اجي اعمل فيه شق بس. اهم شيء يطلع اللي داخل هذا الاسفل. يعني تشيل من الجهتين. القلف واللحاء. اي نعم. اهم شيء يطلع الجهتين. وتكون مثل نعم. البارية يعني. اي نعم. بارية القلم. نعم. اجي. اهم شيء انا عندي. يكون متركب صح وما ينكسر. صح. واللحة ويا اللحة. أيه. أهم شيء هنا اللحة يكون مع اللحة. فأجيب البلاستيك عندي. وهذه الطريقة تقريبا القلم. كم الفترة على أساس؟ تقريبا 15 يوم إلى 21 يوم. فأهم شيء الربط المزبوط. لازم تحاول إنك قدر المستطاع. تسوي تايت. لازم تسوي تايت عليه كامل. وبعد 15 يوم الى 21 يوم ان شاء الله بيطلع البراعم. الحين طبعا بعد هذه العمليه نجيب لنا كيس بلاستيك. بتطلع البراعم من منه. من هنا. ايه؟ بتشوف. وانت استخدمت الشفاف على اساس؟ انا ما افضل التيب. ايه؟ على اساس الماده اللي فيه. ايه؟ فاستخدم الشفاف. اجي واجيب كيس اغطيه عشان لاجل الرطوبه. اتاكد من الكيس انه ما ينسم هواء. اي يعني ان الكيس ما يكون فيه اي فتحات عشان انا ابغى الرطوبه تصير عندي. انا ابغى الرطوبه اساس يبرعم. كل ما صارت في رطوبه برعم. فتيت بعد تايت على اساس احتفظ بالرطوبه. عندي كيس اللي هو الورق اركبه. طبعا دكتوره احاول في بعض الناس ينسى. اي احط التاريخ. اي تاريخ كم انت قمت بالعمليه؟ اي اليوم اللي سويت فيه العمليه. عمليه التطعيم. ايوه الشهر واليوم علشان تعرف بالضبط. اعرف متى سويت. اجي بالضبط. اشيك بعد 14 يوم 21 يوم اشيل الورق. اذا شفته برعم احاول اسوي فيه فتحه خفيفه تهويه. على اساس يتقبل الهواء الخارجي. وتشيل الكيس اللي انت استخدمته. اي بس ارجعه مره ثانيه. بعد ما تسوي اي ارجعه بعد يومين. يوم اجي اوسع تكرم الفتحه. اوسع. أي. اسوي له فتحتين. ما اخر شيء لما اشوفه انه نبت عدل اشيل الكيس برا واحاول من الصبح الى الساعه 10 ونص بدون غطاء. هاي بعد كم يوم تقريبا؟ بعد 21 يوم. بعد ما يبرعم يعني يبرعم ويطلع بعد برعم. 21 يوم تبتدي. ايه؟ عمليه الفتحات علشان. ايه؟ التهويه. هو اذا برعم احاول اني اسوي فيه فتحات. اي نعم. اي بس ارجع الكيس عليه. ايه؟ الورق حتى لو سويت الفتحات ترجع. ايه؟ ارجع الكيس. ايه؟ على اساس الشمس. اي نعم. ابغاه ما اعرضه الى صدمه الشمس مره واحده. ايه؟ فاحاول شوية أسلط عليه الشمس. بعد كم يوم خلصنا نتخلص من الكيس نهائي؟ بعد 21 يوم مثلاً. أيه. إذا شفت مرعم الحين أنا استوى هو مزبوط عندي أقدر أفتحه ك
كله اقص الكيس، انزل الكيس ما ابغاه البلاستيك، بس لازم اغطيه في حراره الشمس. اي نعم، لازم حوالي من الساعه 10 الى الساعه 3 الظهر، في الليل الساعه 4 اجي اشيل الكيس اخليه يتهوى. الصباح يوم ثاني اشوف اذا ما خالف ما يحتاج اغطي مره ثانيه. اذا الامور طيبه. طيبه ما يحتاج اغطي مره ثانيه. مثلا هذه عندي الرارنج اقدر اطعم عليها عده انواع. اي ليمون حلو، ليمون حامض، برتقال، افندي اللي هو اليوسفي، عده انواع. يعني كل الحمضيات كل تقريبا. كل الحمضيات على الحمضيه على شجره واحده، استفيد من المساحه واستفيد من الشجره تعطيني يعني عده انواع. يعني ممكن يكون عندك شجره واحده عليها عده انواع من الثمار. بالضبط. من نفس الحمضيات. اي هذه ميزه التطعيم. نعم. اي نعم. وعندي شجره واحده عليها جميع الحمضيات بس الاصل رارنج. اي نعم. النارنج يعني او الترنج. اي الترنج هو يتحمل ملوحه وشجره قويه. اي نعم. اقوى من الافندي اليوسفي واقوى من البرتقال واقوى من الليمون. بس اليوسفي كليوباترا بعد يقولون الصنف زين ممكن انه يتحمل. يمكن عندك انا ما شفته صراحه. اي ما جربت. ما جربت. اي انا جربت الاشجار اللي عندي في المزرعه جربتها. اي نعم، بس حلو انه يعني هذه الطريقه تحافظ لك انك انت تحصل على اكثر من نوع في شجره في واحده. في شجره واحده تقلل لك سرعه الثمار. انا عندي شجره الليمون يمكن تاخذ لي 5 سنوات. اي بس لما نجي اطعم خلال سنتين اقدر اكل سنه، هي عمرها سنه، السنه الثانيه لما اطعمها السنه ثلاث ثانيه اكل منها. أي زي نعم. السدر. اي نعم. اطعمه في مارس سنة الجاية مارش أقدر أكل منه. والتطعيم بعد ممتاز بالقلم. بالقلم بالسدر بالقلم بالعين. للسدر اللي هو للسدر الكنار يعني. نعم. ممكن تركب أكثر من نوع أكثر على من شجرة نوع واحدة. على شجرة واحدة. طيب التطعيم الموعد المناسب لعملية التطعيم. عندش اللوز، اللوز من 10/2 فبراير. أول ما يبتدي سيران العصارة في العود في أي. الشجر. أي. نحاول نطعم اللي هو اللوز. أي. عندك شجرة لوز تبي تحط عليها عند السكندري. اي نعم. الحين ولا الحبان الحبة الصغيرة. اي نعم. في ناس يحب انه يطعم. اي. يعني يستفيد. اي. الحين بعض اللوزيات ما هي الانتاج حقها مو حلو. نعم. فيحاول يطعم. على اساس يعطيك انتاج حلو. انتاج اي جودة, جودة افضل في الثمار. نعم. يعني انا اللي اعرفه ان التطعيم ممكن نسوي مو فقط لاشجار الفاكهه حتى اشجار الزينه والشجيرات. نعم. بعد ممكن ان احنا نسوي عمليه التطعيم الجهنميه عده الوان البوغنفيليا. ايه. بالضبط. بس يعني بشكل عام اللي هو التطعيم للاشجار المستديمه الخضراء. ايه. اللي هي تكون موجود يعني خضراء طول السنه ممكن ان انا استخدم عمليه التطعيم في يعني فترتين، فترة الخريف اللي هي أكتوبر ونوفمبر. نعم. وفترة الربيع اللي هو من نص فبراير لإبريل إلى إبريل لآخر إبريل في الربيع. إيه؟ في الربيع أو الخريف يعني مرتين في السنة أقدر أسوي عملية التطعيم. نعم.
بالنسبة حق الأشجار متساقطة الأوراق هذه لازم أنا أستخدم عملية التطعيم مرة واحدة في السنة اللي هو في الربيع. نعم في من نص من فبراير لأبريل. نعم. صح كذي مصالح؟ نعم. نعم. الله يسعدك الله يعطيك الصحة والعافية. ننتقل بس نشوف الجهنمية تعطينا فكرة عنها بعد شلون؟ نشوف. لاحظت أستاذ علي إن عندك في البيت أكثر من نوع من جهنمية، هذا اللي خلانا إن إحنا نبيك تشرح لنا الجهنميات اللي عندك، لأن أكيد أنت سويت عملية التطعيم عليهم. عندي هذه الجهنمية. أي نعم. الجهنم البحريني الأصلي طعمت عليه نوع الماليزي. أي. فهذا التطعيم هنا. هاي البوغنفيليا والجهنمية البحرينية. أي نعم هني. أي نعم. وعطتني لونين أزهار. وهاي الماليزي. وهذا الماليزي. وهذا البحريني. بس فأنا استغليت المساحة عندي لونين في شجرة واحدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني استغليت المسافة وعندي ورد ما شاء الله لونين في شجرة واحدة. شوف أبيض. وحلو جميل. صار ثلاث ألوان. أبيض أول ما يطلع أزرق اللي هو بنفسجي يصير أبيض عندي الأحمر. بالضبط. هاي إيش كثر أخذت مدة؟ يعني ما تاخذ 14 يوم في التطعيم. يعني ايش كثر الفتره يعني من المده اللي سويت هاي التطعيم؟ قبل سنتين. سنتين الا تقريبا يعني. اي تقريبا. شوف ما شاء الله الجهنمي عندنا ناجح. يعني البوغنفيليا والجهنميات ناجحه عندنا ناجحة في البحرين. 100%. اي لان هي بعد ما تاخذ كميات كبيره من الماء. كل ما قللنا زهور. كل ما قللنا من عملية الري لونت لونت للأوراق. نعم. بالألوان. نعم كل ما قللنا عليها الري هي أعطتنا زهور ما شاء الله اللي هي الأوراق تتلون. نعم. بالضبط. أي الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية ما شاء الله تبارك الرحمن حديقتك وايد جميلة وفيها كثير من أنواع التطعيم. لازم الحمد لله يعني أنا شغلتي أحب التطعيم وأحب التطعيم دائما أحب أني دائما أطعم الشجر. ايه تستفيد من شجره واحده باكثر من يعني شجره واحده احط عليها عده انواع من الورد من الزهور يعني يعطيك الصحه والعافيه.